رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين اللعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال. نمسي عليكم في هذه حلقة حلقة الأربعاء، قربنا للويكند، بلشنا وياكم دائما في بداية الأسبوع، حلقتنا تبلش السبت لنهاية الأسبوع، طبعا نفس المواضيع اللي تكلمنا عنها من بداية الأسبوع، وإن شاء الله باكر راح تكون حلقة الويكند وراح نكمل وياكم إن شاء الله في مفاجآت راح تكون من الأسبوع القادم بإذن الرحمن. أذكر على سريع لكل الأصدقاء بطرق التواصل والمشاركة في البرنامج بإرسال SMS سين بالعربي أو أس باللغة الإنجليزية، وأيضا عندنا مشاركة عن طريق التويتر، والمشاركات تكون مختصة لكل صديق مشارك ويانا في تويتر البرنامج وعنده أكاونت في تويتر اللي هو @abtal_الراي. بعد شوي راح نشوفه أسفل الشاشة، وين ما كنت في الوطن العربي تحب برنامج استوديو الأبطال ودك تشارك راح تشوف الأرقام موجودة أسفل الشاشة، وإذا ما كان لك رقم أسفل الشاشة غير تويتر هذا اللي قاعد نشوفه في بعد شوي راح يطلع لنا لاينين في عندنا طرق المشاركة والتواصل في برنامج استوديو الأبطال، وإذا رقمك موجود في رقم خاص لجميع أنحاء العالم بإمكانكم التواصل والمشاركة. سعداء بتواصل الأبطال اللي تعودنا على سماع صوتهم، وسعداء أيضا بتواصل أبطال جدد أول مرة نسمع صوتهم لتزيد كمية مشاركة الأصدقاء، وإحنا دائما نقدم كل شيء علشانكم أنتوا، وهناك أفكار إن شاء الله وهناك فقرات جديدة منها ترفيهية ومنها تعليمية راح تكون من الأسبوع الجاي أو اللي بعده تحديدا ما بين ويانا، ولكن إن شاء الله نبلشها من الأسبوع القادم عشان تستفيدون منها مع بداية العام الدراسي. يمكن إحنا خذينا الحلقات اللي طافت من بعد أو من بداية عيد الأضحى عيد الفطر لغاية الحين هي تقريبا إهداءات ومشاركات، تدرون في فترة الصيف يعني الناس اللي مسافر اللي تورد من السفر، فخذيناها شوي مبسطة بعيدة عن المعلومات بعيدة كذي، كل المشاركات تكون لي لكم أنتوا، ولكن إن شاء الله من الأسبوع القادم مثل ما أنتم ببلشين العام دراسي جديد كتب جديدة معلومات جديدة أيضا بستوديو الأبطال نفس الشيء، دائما يعني يوعدكم بستوديو الأبطال على أنه يمشي ويا المود على قولتهم ويمشي مع الأجواء والأحداث اللي قاعدة تصير معاكم، فالأفكار راح تكون جديدة بإذن الله في الأسبوع القادم في برنامج استوديو الأبطال. راح نبلش قراءة تويتر وراح نبلش أيضا التعليقات في تويتر البرنامج. أمس تكلمنا أو من بداية الأسبوع تكلمنا عن هناك أجواء دائما يخلقها البطل أو نقدر نقول الطالب أو الطالبة لبداية عام دراسي جديد، فمنها تكلمنا عن شلون نكون مستعدين في الأسابيع اللي فاتت من خلال شراء ما بيقول قرطاسية ولكن بيقول مواد المدرسية واللي هي الكتب والأقلام والدفاتر وكل ما يلزمنا لعام دراسي جديد، وأيضا تكلمنا عن أمر جدا مهم واللي هو تحديد الوجبات وتحديد وجبة الفطور وجبة الغداء، وكل وجبة ولها فائدة كبيرة لجسم الإنسان وشون نقدر ناكل هذه الوجبة وشنو الأشياء المفيدة أن ناكلها في هذه أو في هذا اليوم يكون كامل يوم دراسي كامل. وأيضا أنا ويا مشاعر تطرقنا لموضوع آخر واللي هو شلون إذا كان الموضوع جدا صعب، أنا قاعد نذكر ها في بداية الحلقة قاعد نذكر إذا كان عندنا موضوع دراسي إذا كانت الدراسة صعبة إذا بلشت ويانا الدراسة دائما في كل شيء لا تبلشون يعني بقوة بقوة لأن راح يمكن تتعبون وراح تنصدمون إن شيء مو قادر استوعبه لأن أنت وايد شاد حيلك في أي شيء، نبلش تدريجيا حتى في مشوار كبير دائما هذا المثل يقولك 1000 ميل يبتدي بخطوة واحدة، فتدريجي الشيء يصير لا نستعيل لا نسبق الأحداث لأن العمل يعني العجلة فيها الشيطان، فعشان كذي دائما بلشوا شوي شوي اخذوا الأمر ببساطة، حتى الكتاب نفسه ما يبلش وياكم بالصعوبة يبلش وياكم من السهل يعطيكم أشياء تمهيدية بعدها يدش في صلب الموضوع، فنفس الشيء أنتوا دائما في العام الدراسي الجديد نبلش في تدريجي وبعدها ندش إحنا بعمق في الدراسة، فتكلمنا عن هذا الموضوع التلخيص أو تحضير التلخيص ومن ثم الحفظ المعلومة. أمس أنا ويا مشاعر تكلمنا عن موضوع جديد واللي هو شلون الشخص يقدر يكون مميز في الفصل الدراسي يعني غير أنه هو شاطر، طبعا إذا كانت درجاتك كاملة فأنت من الشطار، ولكن في بعض المدرسين ما ينسى هذا الطالب لو فات يعني مراحل دراسية كبيرة لو انتقل لمرحلة ثانية يرجع له يقول هذا الطالب كان عندي مميز،
شلون نقدر نكون مميزين. امس تكلمنا عن هذا الموضوع وايضا ان شاء الله اليوم راح ندردش عن هذا الموضوع لانه موضوع وايد مهم. في وايد اصدقاء اعطونا اقتراحات حلوه انهم صاروا مميزين بفكره معينه بخطوه معينه هم سووها. فنتمنى التواصل من الجميع على نفس الموضوع انه شلون نقدر نكون مميزين في الفصل. خلينا اقتراحات ان نحضر موضوع اخر غير الدرس تكلمنا عنه, فيديو نيبه بفلاش طبعا اني قبلها بفتره قبل تبلش الحصه ونقول عندنا احنا موضوع معين يخص درس اليوم, فممكن يا أبلة أو ممكن يا مدرس أني أقدر أشرحها. طبعا أكيد المدرس راح يكون وياك وإذا يشوف إذا في فائدة للدرس راح يعرض لك إياه. هذه هي الطرق من اللي أمس تكلمنا عنها, وفي طرق أخرى نبي مشاركتكم اليوم في الحلقة عن طريق الاتصالات. خلنا نبلش بأول اتصال ونقول ألو. أصال ديباجة سريعة عن اللي صار في الأسبوع, صح يا أصال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, شلونك؟ الحمد لله, اخبارك عبود؟ والله انا بخير الحمد لله. شلون استوديو الابطال معاكم؟ والله الحمد لله, اهم شيء طبعا استوديو الابطال. الله يحفظك ان شاء الله. جاهزين حق الاشياء الجديده؟ اي جاهزين, متحمسين بعد. يلا الكل متحمس بصراحه للدراسه وللمدرسه وايضا لاستوديو الابطال بالسيزون الجديد. فشنو حابه تقولي؟ اول شيء بقول نقطتين بعدين اذا سمحت خاطر. اي طبعا تفضلي. النقطه الاولى عن موضوع حلقتنا ولا شيء آخر؟ كم؟ عن موضوع حلقتنا؟ لا يعني عن نظرة الإيجابية فيها. حلو, تفضلي قولي. أول نقطة أبي بس أعلم أنه ما عندي حساب أبداً أبداً في الانستغرام. في التواصل الاجتماعي بس عندي تويتر وانستغرام, لأني يعني وصلني خبر أنه في واحدة أساسا صديقة برنامج مسجلة حتى مرتها صور يعني ما تعبر عني. اها. بس ما عندي حساب بالانستغرام. زين سويتي, زين انك انت ذكرتي على الهواء لان في اصدقاء قاعد يتابعون ويعرفونك واحنا كلنا نعرف بعض واحنا اسره واحده. فكل واحد الحاضر يبلغ الغايب, صح ولا لا؟ صح. يلا هذه نقطة. بعد النقطة الثانية انه صراحة انا انقطعت عن البرنامج عفوا مو انقطعت, قطعت اتصالاتي فترة بسيطة يعني بسبب ظروف كنت اتابعكم بس. يعني بس الاتصالات انقطعت حتى في فريقات البرنامج عاتبوني على قلة يعني حديثي معهم وكذا. بس هذه طبعا من الظروف انا حابه الحين يعني راجع ان شاء الله جديد لكم وكل فريقات البرنامج حتى لو ما كلمتكم وكذا انتم بقلبي دائما لكل من عاتبني. كل وحده تعرف نفسها اقول انتم بقلبي صراحه دائما واولهم عبود تعالى. حلو. النقطه الاولى قلنا ما عندك حساب الانستغرام. النقطه الثانيه ما تقدرين تتواصلين لان شنو ما عندك رصيد قلتي ولا شنو؟ ها؟ لا لا اتغشر اتغشر. ليش قلت لا اتغشر وياك عصال؟ الو وين سكرتك؟ زعلت عصال؟ لا دعوه ما يزعل. جاست جوكينج اوكي؟ اوكي يلا يا عصال نلعب ويا بعض ولا بتقولين الخاطره؟ ما ادري اللي تشوف اللي انت تشوفينه. يلا خلينا نتكلم عن الخاطره اللي عندك, تفضلي قوليها. انظر لكل شيء من حولك بنظرة إيجابية. نعم. ابعد الكابوس الذي تعيشه بمخيلتك لأن الكابوس المظلم يجعلك ترى جميع من حولك بنظرة سوداء ويجعلك تعيش بهم وغم لا تدري من أين أتى أو من ماذا. حينما تكون إيجابي تنظر لمن حولك بنظرة جميلة وبمفهوم أجمل يجعلك ذو ابتسامة من حولك وتسمع أصوات الطيور وهي تسبح لله ويجعلك تنظر إلى الألوان الورد من حولك بشكل خلاق ويجعلك تنظر إلى السماء طلعت والصبح طلع بعد الليل والظلام. بمختصر تجعلك تحب كل شيء من حولك. إذا من الآن حاول بأن تصلح ما بينك وبين عقلك ومخيلتك. أرح وأسعد عقلك بأفكارك الإيجابية لأن مخيلتك وعقلك لهما حق عليك. اترك النظرة المظلمة للأشياء من الآن. ابدأ بسعادة وصلح مع مخيلاتك. شكرا لك, يعطيك العافية يا أصال, وكلام جميل جدا. ودائما احنا نحرص على هذه النقطة ان دائما يكون الشخص متفائل دائما مبتسم دائما ينظر ويكون يعني دائما الواحد لازم يقتنع باللي هو عنده ويكون لا مسألة القناعة. فشكرا يا أصال على هذه الخاطرة اللي انت قلتيها بمعانيها وان شاء الله كل الأصدقاء يستفيدون منها مثل ما احنا استفدنا منها. شكرا لك يا أصال. وإذا بتقولين تحياتك على السريع شوي لأن عندنا اتصال ثاني, تفضلي. لا ما يتدعين. خلاص مشكورة تسلمين ودوم هذه المشاركة يا أصال صديقتنا وصديقة الأصدقاء لبرنامج استوديو الأبطال. ناخذ بعد اتصال. ركان
ابرار مو ناسيك ها، لان ابرار موجوده بروحها انزين، انا ما قاعد اسويها وايد كلام ما شاء الله. يا ركان واسيل راح يلعبون لعبه سمارت. اول شيء خلينا ناخذ ركان. الو يا ركان، ركان ركان قول الو، انت على الهواء قول الو يا ركان. ساكت. يلا ناخذ اسيل بعد شوي نرجع حق ركان. اسيل هلا، شلونك؟ زينه. شو اخبارك يا اسيل؟ تمام. جاهز؟ كم عمرك اول شيء؟ 10. 10 سنوات العمر كله. اول مره تسمعين استوديو الابطال او تشوفين استوديو الابطال او تشاركين استوديو الابطال؟ مو اول مره. لا. إيه؟ حلوين. راح نلعب وياك لعبه سمارت. اوكي اوكي. تعرفين اللعبه؟ ايه. يلا تقدرين تشرحينها حق ركان؟ اشرحيها يلا. شلون اللعبه سمارت؟ خلينا نشوف يمكن ركان يعرف لها. اوكي اسيل. اوكي يلا ركان. الو. الو. اهلا يا ركان. هلا فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله. انت قاعد تسمعني من التليفون صح؟ ركان أي. اليوم مخلي الكاميرا على كيف حجم. انا واقف اليوم وايد هادي. ركان. نعم. نلعب ويا بعض لعبه سمارت انت ويا أي. اسيل. خلينا نشوف اللعبه يلا. اوكي يلا البدايه عند اسيل. اوكي اسيل. أي. اي بلشت باللتر اي. ركان بدايه وياك تفضل. بي. بي. اسرع شوي ركان. يلا اسيل. ايه. ايه ركان. ايه هم. ايه سكر أي. عليها. اسيل. بي. بي ركان. الاصفر. دي. دي اسيل. يلا يا اسيل. سي. سكرت عليه. ركان. ايه. ايه اسيل. سي. سي فازت اسيل. يا سلام عليك، ما ركز عليها ركان. وثلاث الوان او ثلاث كور بلون واحد ورا بعض كان من نصيب اسيل. ما عليه ركان، خسرت في هذه اللعبه بس تقدر تقول تحياتك. تفضل ركان. الو. اول شيء ركان ولا اسيل؟ لا اسيل، صدقون اسيل ماخذينها قبل. اسيل قولي تحياتك. يلا عبود بغني. اوه تتغنين؟ ايه. شنو؟ الكويت. عن الكويت. يلا قولي. ايه. يلا يا اسيل. الكويت يا ناس تنحط على الراس، حصاها حب اللولو وترابها الماس، والله لو بدي الامر اقول حق كل يمر وقف صبر، اترابها في الارض ممنوع ينداس. يا سلام عليك، اصفق لك والله برور صفقي. عافيه، مو انا وياك بروحنا داخل الاستوديو. شكرا يا اسيل على هالاغنيه، صوتك وايد حلو وتسلمين على هالمشاركه، وهم انت ربحتي غير انك انت غنيتي. ركان شوي شوي قاعد اسخن ها قاعد. يلا مثل ما قلت لكم تو الواحد شوي 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 الحين بلشت مره ثانيه. ركان. الو. شلونك يا ركان؟ زين الحمد لله. يلا قول تحياتك. خير. امي وابوي وبعد خوالي عمان. خوالك وعمامك. مشكور يا ركان، يعطيكم العافيه على الاتصال هذا من اسيل ومن ركان. هذه هي بروره كاهي موجوده سوي باي. ايوه راح نتعرف عليها وندردش وياها ونسولف وياها من بعد البريك. ردنا وياكم الفقرة الثانية. انضم إلينا أيضاً أصدقاء، صرنا ثلاثة للحين اللي داخل الاستوديو، صاروا ثلاثة. أمس كانوا موجودين صح؟ أمس بس أنتي صح؟ إيه. يلا راح ندردش على هالموضوع. أول واحد تعرف على اسمك. محمد. قرب الميكروفون. محمد. والله والنعم يا محمد. محمد شنو اسمك الكامل؟ محمد فهد عوض عبدان العازم. من نعم فيك يا محمد. كم عمرك؟ عمري 8 سنين. 8 سنين العمر كله إن شاء الله يا محمد. محمد أنت رايح أي صف الحين؟ رايح ثالث. رايح الصف الثالث. وشنو احسن ماده عندك؟ شنو شاطر باي ماده تحديدا؟ عربي وانجليزي ورياضيات. ما شاء الله عليك. العربي
والانجليزي ورياضيات العلوم، اكثر واحده فيهم؟ كلهم. انزين شنو تحب ماده اللغه العربيه اكثر شيء؟ كتابه. تحب تقرا قصص؟ تحب قراءه القصص؟ شاطر. وبعد شنو تحب؟ احب شو اسمه، شنو هوايتك محمد؟ ها شنو هوايتك؟ شنو تحب؟ كره قدم، الرياضه، من الرياضات الرسم، كره والرياضه. الرياضه بشكل عام، كره قدم. كل يوم تلعب كره؟ كل يوم؟ كل يوم. بالمدرسه ولا بالفريج ولا بملعب يم بيتكم؟ بالمدرسه والبيت. بالمدرسه والبيت، حلو. المدرسه اذا كان عندكم حصه بدنيه، وفي البيت بعد ما تدرس تريح شويه تطلع ويا ربعك وتلعب. برافو عليك، حلوين يا محمد. توجه تحياتك حق احد؟ حق منو؟ حق امي. ايه؟ وابوي وخالي خالتي ومحكم بعد. مشكور يا الغالي، يعطيك العافيه. شنو لابس انت؟ دشداشه. شنو هالدشداشه هذه؟ اللبس شنو هذا؟ صيفي. الدشداشه الصيفيه صح، بس هذا لبس منو؟ يعني تقدر تروح امريكا تشوف واحد امريكي لابس دشداشه؟ لا. ليش؟ لان امريكا ايش اسمه، اذا رحت هناك لازم البس. شنو يعني اذا ما اذا رحت امريكا ما تلقى واحد امريكي لابس دشداشه؟ لا. ليش؟ ابي اعرف. هي اجابه سهله، لان الدشداشه لبس منو؟ لان الدشداشه اذا ركبت تدوس عليها. لا خليك من الدشداشه كذي. هي الدشداشه لبس منو؟ الدشداشه والغتره والعقال. الرجال. صح كلامك. زين ما اشكو رجال بامريكا يلبس دشداشه؟ لا. ها ليش يعني؟ ما ادري. ها؟ ما ادري ليش. ما ادري ليش. زين انا اقول لك ليش. لان الدشداشه او الثوب انزين هو لبس خليجي، او لبس تحديدا الدشداشه لبس كويتي رسمي، فهم عندهم اللبس الرسمي واحنا عندنا اللبس الرسمي. وفي بعد اكثر من دوله عندهم لبس رسمي معروف. هم عندهم يمكن البدله هي اللبس الرسمي عندهم، الكرافته والبدله. تعرف الكرافته؟ لبست مره بدله. زين شنو اسم القعده اللي انت قاعدها؟ خليك عليها. وشنو اسمها هذه؟ قعده رياجيل. يعني كذي هذه قعده رياجيل؟ مين قال لك؟ حبيبي يا محمد مشكور، خلنا نصفق له. تسلم يا محمد على حضورك، وانا مستانس وايد، ودائما اكون سعيد اذا شفت. انا ودي البس دشداشه على فكره، بس وين مايكات وهذا، فما اقدر البس واتحرك وياكم وايد، فعشان كذي ما اقدر البس. ولا انا وايد استانس لما اي شخص يجينا لابس دشداشه من الشباب اللي يونا للاستديو. انتقل حق بنوته، امس كانت ويانا داخل الاستديو، قالت بس انا كنت موجوده. شو اسمك؟ منار. شلونك يا منار؟ زينه. امس خسرتي بالهوكي صح؟ ايه. وليش خسرتي؟ ما بعد 2-0 خسرتي ترى، مو 1-0، 2-0 صح؟ ايه. امس خسرتي، ودكم اليوم تلعبون هوكي؟ إيه؟ بس احنا ثلاثة، خلي يصير العدد زوجي ان شاء الله. يلا وين مشاعل؟ مشاعل هي الاثنين والاربعاء اوف. ليش؟ انزين ليش؟ عشان عندها محاضرة بالجامعة. هي امس قالت الاربعاء، قالت الاربعاء والخميس عبد الله وياكم. تذكرين؟ ايه. عرفتي؟ ايه. انت تلعبين هوكي؟ ايه ابي العب. تعالي يوم السبت مشاعل موجودة. انزين. اوكي؟ انت امس كنتي موجوده بعد. ايه. زين توجهين تحياتك حقك انت ومشاعر، حق امي وابوي وخالتي وخواتي. اوكي واصله كل تحياتك، مشكور يعطيك العافيه وعلى حضورك في الاستديو. بعد قولي شيء ثاني؟ لا بس انا احب استديو الابطال. حبيبتي واحنا نحبكم كلكم والله، مشكوره يا الغاليه، وان شاء الله دوم تكوني موجوده داخل الاستديو. اوكي وتتابعينا. يلا خلينا نصفق حق منال صديقتنا مثل ما صفقنا حق محمد. ننتقل حق اخر بنوته موجوده ويانا، واللي هي اول وحده كانت موجوده داخل الاستديو. اسمك الكامل؟ ابرار يوسف عبد الله صالح يوسف. والنعم فيك يا ابرار. كم عمرك؟ 8. 8 سنوات، العمر كله. لون لبسك غريب، انت دائما تلبسين الالوان الغريبه ولا مرات كذي مرات كذي؟ مرات. منو اختار لك هذا اللون؟ امي. الوالده الله يحفظها ان شاء الله. زين انت تختارين مرات الالوان ولا دائما نخلي كل شيء على امك؟ مرات انا مرات هي. مرات انت مرات هي. انزين شنو حابه انت؟ كم عمرك؟ 8. 8 العمر كله. اي مدرسه؟ فاطمه. بس اسمها فاطمه؟ لا. فاطمه شنو؟ فاطمه بنت الحسين.
فاطمة بنت الحسين، بأي منطقة؟ زهرة. وين؟ سعد العبد الله. وين؟ سعد العبد الله. سعد؟ العبد الله. العبد الله. إنزين، شنو بتقولين اليوم في البرنامج؟ بتغنين؟ ما بيغني. ما تبي تغنين؟ توجهين تحياتك حق أحد قاعد يتابعك؟ إيه. إيه شاطرة، تفضل يقولي. حق أمي وأبوي وأخواني وأختي، وحبيت أقول حق أختي بعد كم يوم عيد ميلادها كل عام وهي بخير. كل عام وهي بخير. بما أنتي جيتي سدى وطاف استغليتي الفرصة إنك تقولين حق أختك، كم عمرها؟ بتصير 15. بتصير 15، تقدر تجينا سدى الأبطال على فكرة؟ هي ما تبي. هي ما تبي، لأن البنات 15 والشباب 13. يعني إذا واسطة ها؟ ونص، 13 ونص، كذي، إنزين؟ فيقدرون يجون داخل الاستديو، نقول لها كل عام وأنتي بخير، شو اسمها؟ إسراء. إسراء، كل عام وأنتي بخير يا إسراء، عقبال العمر كله إن شاء الله يا رب، إسراء تبي تكمل عمرها 15 سنة، أخت أبرار اللي موجودة ويانا داخل الاستديو، وأتوقع إسراء قاعد تتابع البرنامج الحين. تقولين شيء ثاني؟ لا مشكور، خلنا نصفق حق أبرار مثل ما صفقنا حق منال وصفقنا حق محمد، مشكورين ويعطيكم العافية. اليوم موجودين يانا داخل الاستديو بنتين ورجل موجود داخل الاستديو واللي هو محمد. خلنا نرجع حق تويتر البرنامج ونقرا التعليقات اللي بلشوا ويانا من قبل الحلقة. الملاك الصامت دائما لها مشاركات عديدة، دائما تتكلم عن النجاح، تتكلم عن الابتسامة، شكرا لك يا الملاك الصامت. سوسو من سلطنة عمان ايضا عندها حكمة جدا جميلة، كلما اسعدت امك رضيت رضيت عنك الحياة، شكرا لك. ونشكر ايضا لكل اصدقائنا في سلطنة عمان. سلطان التوبي من سلطنة عمان ايضا يقول ابي اكون صديق للبرنامج. سلطان شكرا لك على مشاركتك. مساء الخير عبد الله، الاصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلا، كلام جدا جميل من صديقة البرنامج زهرة البنفسج من السلطنة ايضا. اذا اكثر من مشاركة من سلطنة عمان. السلام عليكم، انا اسمي علياء، احب اوجه تحيه لعبد الله ومشاعر، مشكوره علياء. ايضا عندنا سوسو من السلطنه لها مشاركه، قلنا اوكي تعليقها. في ايضا عندنا مشاركات اخرى، مساء الرقه والاحساس، مساء مكتوب بماء الالماس، مساء مخصوص لاعز الناس، تحياتي حق امي وابوي واختي ومشاعر وعبد الله من فريده، شكرا يا فريده. هلا شعول وعبود، انا فتحت البرنامج عشان اراسلكم وانا احبكم وايد ومو مذكور الاسم، فشكرا. احنا نحب كل اللي يحبون. ايضا عندي مشاركه ثانيه من مملكة من ليبيا، شكرا لك يا مملكة، يعطيك العافية على المشاركة. بنت قابوس وأفتخر أيضا لها مشاركة حلوة في البرنامج، منهم يقول حكم، منهم يقول عبر، ومنهم يقول أيضا خواطر، فشكرا على مشاركتكم في البرنامج. ناخذ اتصال ثالث أو رابع في الحلقة. ألو السمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا عبد الله؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ وينك امس ما اتصلت؟ امس اتصلت وبعدين سكرتها. ليش؟ لان ما تكلمني. اوكي، يعني انت نطرت شويه ونفى إيه؟ ونفى صبرك ها؟ ايه فسكرته. ايه انزين، اليوم يلا طلعت ويانا قبل ايضا لعبه السيارات، نلعب وياك؟ يلعب ود؟ ايه يلا بنشوف اللعبه. شنو تحب غير السيارات انت؟ البازل. تحب لعبة البازل؟ وبعد؟ والصورة المخفية والسيارات بس. ها يعني كلهم تقريبا، بس ما تحب سمارت؟ سمارت كل يوم اتصل العبها. لا انت كل يوم تلعب سيارات؟ ايه بس قبل لما مع مشاعل العبها. ها اوكي لما انا ما اكون موجود. ايه انزين يلا نلعب لعبة البازل اللي هي المركز الثاني عندك من بعد السيارات، صح؟ اي يلا خلينا نشوف لعبة البازل. يلا ركز على الصورة يا عبد الله. علشان اتركب. الو يلا انا وياك، لا تحاتي، خل احد وياك ويساعدك. يلا دي ستة. لا شوف انا اقول لك شيء، دي اثنين. ايوه دي اثنين، هو يبي يلعب لعبة البازل ويستاهل. يلا F8. ايوه حلو. F6 طلع وانا اقول حلو. يا سلام مو مركز. يلا
أربعة. صح، باقي ثنتين. سبعة. لا، سي ركبناها، باقي واحدة. أي سبعة صح. هنصفق حق عبد الله صديق البرنامج. العبد، لعبت السيارات وفزت ولعبت ال. ألو. شنو هذه؟ أبوك تحياتي. زين، أبي أسمع تشجيع قوي ببيتكم. قول حق أهلك اليوم كلهم خي يشجعون. قول أم عبد الله يقول شجعوا. يلا، واحد، اثنين، ثلاث، يلا. ألو. الله يحفظكم إن شاء الله. منو يمك؟ ها؟ منو يمك؟ ما في أحد. أهلك، قول أهلك كلهم موجودين يمي. يلا عبد الله، وجه تحياتك. ألو 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 ألو، وجه تحياتي. يلا. أحب من أبوي. أحب من أبوي. إيه. أحب سأل عبد الله. مشكور. وهي عيال جيراننا. عيال منو؟ تقدر تذكر العائلة علشان يعرفون ان لهم، لان اكيد عندكم اكثر من جار. واذا تقدر تقول من الاول للسابع ممتاز يعني. بنت جيراننا تسلم عليك. منو؟ بنت جيراننا تسلم عليك. سلم على جيرانكم كلهم. اوكي؟ اختي بتكلمكم. يلا، عطنا اياها. منار. الو؟ منار. منو؟ منو معاي؟ واضحة. واو، واضحة غير. واضحة شلونك؟ واضحة. قصر على صوت التلفزيون عشان نسمعك. يلا بسرعة قولي. قولي شنو تبين؟ قولي يا واضحة. أبي ألعب لعبة سمارت. سيارات الفقرة الثالثة، وسمارت لازم اتصال ثاني. فبس تقدرين توجهين تحياتك واضحة. ما عليه. سامحيني. عطني عطني بكلمها. يلا كاتب. ألو. إلى اللقاء، شكرا جزيلا يا واضحة، وشكرا جزيلا يا عبد الله. في عندنا تعليق من الشرس، شكرا يا شرس، كلام جميل. شوف ايش كاتب الشرس اليوم. لو سنين عمري تضيع والزهور تنسى الربيع ما انساك يا العبد. الله عليك يا الشرس، عجيب يا اخي. يا على فكره ترى يعني ابي اخليك يعني مدير اعمالي، ما ادري ليش كذي. اذا موافق بس قول لي بالتويتر. بعد عندنا من بنت الجنوب، شكرا لك يا بنت الجنوب على المشاركه. بنات السلطنة مشكورين مشكورين مشكورين، مشاركات وايد حلوه في برنامج استديو الابطال، يعطيكم الف عافيه. بعد عندنا مساء الورد الجوري، عبد الله ايش اخبارك؟ تحياتي صديقاتي زهور الحياه ويسرى من مصر طبعا، وبنت قابوس وافتخر، وميمي العمانيه من زهره البنفسج، ما شاء الله عليهم، يشاركون دائما في البرنامج. رغد الدبيسي أيضا لها مشاركة جدا جميلة. الشخص الوحيد الذي يستمر معك طول حياتك هو أنت، فلا تحمله ما لا يطيق من الحزن، أو لا تحمله في ما لا يطيق من الحزن، لكل إنسان حزين. شكرا. صح، هذا كلام جدا جميل، ولكن في ناس وايد تتحمل أشخاص لجل عينهم، في أصدقاء، في أهل، في صديق مثل الأخو موجود وياك في الحياة. طبعا كل شخص لازم يختاره، هذا الصديق يتحملك لآخر لحظة بحياته، أنا متأكد من هذا الشيء. فدائما عندنا اصدقاء، بس احنا لازم نحسن اختيار هذا الصديق. هذا اللي بقول لك يا رغد. وايضا يعني كلامك فيه من الواقع، ان الشخص دائما هو الوحيد اللي يقدر يتحمل نفسه. بعد عندنا هدوي من الخفجي ايضا تمسي علينا بالخير وتوجه تحيه لنا وحق حصوص وحق امي تقول وحق ابلة بشرة، واقول لها رجعي درسينا. اوكي صح، في هدوي، في ناس وايد تروح مثلا يروحون مرحله ثانيه او يروح فصل اخر وخلاص متعود ان مثلا ماده اللغه العربيه في مدرس معين هو اللي يدرسني، انا متعود عليه، انا حبيته، ولكن مثل ما حبيت هذا المدرس تقدر تحب مدرس ثاني. يلا ناخذ بعد اتصال. الو جود. الو مساء الخير. مساء النور جود. الالو مالتك كوني انا محلل شويه لل أرصاد الجوية، فيها شوية عتب أو تعب، صح ولا أنا غلطان؟ ما فهم. لا والله. إنزين جود، مضايقة من شيء؟ لا. يعني الحمد لله الحياة سعيدة. أيوة. طيب ابتسمي.
اوكي كذي اوكي. يلا جود نلعب. نلعب يلا خلينا نشوف اللعبه. كم عمرك؟ 14. العمر كله. لعبه الصوره المخفيه يا جود. يلا انا معك لا تخافين. ركزي من 1 إلى 9. لا تخافين جود دير بالك لا تخافين عسى مو خايفه. يلا اختاري. مرات ما ايش اقول انا. 2. يلا سؤالك يقول يا جود اعطيني محيط من المحيطات حول العالم. المحيط الهادي. المحيط الهادي صح. هذا راح 1 جزء من الصورة. اعطيني بعد رقم. 4. نلمح لك على الصورة جهاز إلكتروني موجود داخل الاستديو. اعطيني بعد رقم. شنو؟ الصورة مايك. الصورة مايك صح. صفقولها يا جود. لمحتك وايد صح يعني اعطيتك القمندة على قولتهم واعطيتك شنو اللي راح يصير من خلال الصورة. المايك هي كانت الصورة المخفية وانت عرفتيها وربحتي الجائزة. جود شو قاعد يمشي كذي ها حسين. اوكي يلا جود. نعم. نعم الله عليك. شلونك؟ الحمد لله. عسى اللعبة ما تخوف. بس لا ما تخوف. يلا تحياتك. اود تحياتي لصديقاتي. اي نعم. غاليه وامنيه واسنان والامي اها وابويا اها والاخواني وخواتي اها وبس. اوكي شكرا لك يا جود على اتصالك ونشكر الجميع على اتصالاتهم في البرنامج. لعبه السيارات بين اتصالين واللي جاهز حق لعبه السيارات لازم يكون او يعرف بعض المعلومات عن الفصول الاربعه وبعض المعلومات عن الشيء الطبي او الدكاتره او شلون نقدر نزور الطبيب ولازم نعرف عن العواصم والمدن لان هذه اسئلتنا في لعبه السيارات من بعد البريك. ردنا وياكم بالفقرة الثالثة في حلقتنا لليوم في البرنامج. قبل لا نبلش لعبة السيارات بين اتصالين نرجع لتويتر البرنامج وذكر في تويتر إذا نقدر نشوفه بعد شوي أسفل الشاشة @أطال_الرأي. أول تويت في الفقرة من بيون تقول بيون يسعد مساك يا الغالي على القلب منور يا جميل شكرا حلوة بطلتك شكرا حلوة شكرا يا بيون يعطيك العافية تسلمي. تدرون ما الله ما أقدر أقرأ ما أدري ليش. بعد عندنا الأميرة تقول مساء الورد مساء الجوري منور عبودي شكرا يا الأميرة. ميمي العمانية قلت لكم بنات عمان ما شاء الله عليهم على العين وعلى الرأس مشاركين مشاركات حلوة في البرنامج. عندها مشاركة جدا جميلة سمعوا وياي المشاركة اللي قالتها عن موضوع حلقتنا عن الدراسة عن باك تو سكول. تقول المشاركة الجماعية لشرح الدرس تزيد من الثقة والتميز لأنه في بعض الطلاب لديهم خوف من الشرح بشكل مفرد. كلامك صح يا ميمي وشلون أنا أبي أشرحها أكثر علشان يوصل حق الطلبة. أنت قلتيه بشكل جميل وواضح ولكن في بعض الطلبة تلقون في عندهم قلة ثقة بنفس ما يقدر حتى تلقونه شاطر بس يسمونه الجندي المجهول شاطر في الامتحانات بس مو شاطر في المشاركة. ليش مو شاطر في يعني المشاركة؟ تلقى لمن المدرس يقول سؤال يعرف الإجابة وأول واحد يعرف الإجابة يكون محضر درس بس ما يبي يرفع إيده. ليش؟ شوي عنده عدم ثقة خوف من المشاركة. ففي أيضا هذه تكون من الشخصية نفسها. إن شاء الله في الأيام القادمة يعني هذا صار عندنا موضوع للحلقة شكرا يا ميمي. أنا إن شاء الله أبي أبحث على هالموضوع علشان أجيب لكم المعلومات الكافية وإذا قدرت أني أوصل اتصال أو حوار بيني وبين مشاعل وأيضا في مشاركة أخصائي من هذا المجال أنا حاضر. ف في بعض الاقتراحات يعني تخليني أعد حلقة كاملة عن هالموضوع. الخوف من المشاركة في الفصل قلة الثقة في النفس شلون نقدر نتخطاها إن شاء الله راح نحضر لها وراح تكون موضوع لحلقة كاملة في الأسابيع أو الأسبوع الجاي إذا الله أحيانا في الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نجيب هذا الموضوع. شكرا يا ميمي العمانية مشاركة جدا جميلة وعطتنا دافع أن احنا نقدم المزيد. بعد عندنا مشاركات أخرى تقول أنا منى من عمان وجه تحياتي لأمي وأبوي ونوف وأميرة وزينب وخلود وأقول لخلود كل عام وأنتي بخير. بعد صح صار بعيد هني صح واحد مفروض يفكر شوي. يلا بعد عندنا وخلاص باخذ اتصال زين. يلا ألو عبد المحسن.
هلو. محسن شلونك؟ الحمد لله. عبد المحسن شلونك؟ الحمد لله. عبد المحسن شنو؟ احمد. والنعم فيك يا عبد المحسن. احمد؟ ايه احمد. عبد المحسن احمد. عبد المحسن احمد؟ ايه. زين شيك يا ما احب احد يعني يكلمني احسه متضايق او مو لا لا اكيد ايه في احد يعني مزعلك لا لا ترى انا اخوك الكبير قول عندي اخو اسمه عبد الله ها لا ليش زين ما دام انك ضحكت هذا يكفيني يلا احمد جاهز حق اللعبه ايه يلا خلينا نشوف الاتصال الثاني اسراء وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام شلونك يا اسراء الحمد لله جاهزه حق لعبه السيارات اي جاهزه مصحصحه ايه اكيد اي اكيد يلا خلينا نشوف لعبه السيارات بين احمد صاحب الابتسامه واسراء احمد عبد المحسن عفوا عبد المحسن احمد صاحب الابتسامه واسراء جاهزين اي جاهزين تبون الحين ولا بعد شوي الحين يلا يلا عبد المحسن البدايه وياك وسيارتك تدري اي واحده الحمرة سؤالك يقول تتساقط أوراق الأشجار في فصل الربيع صح أو خطأ خطأ عطني الإجابة الصحيحة خطأ تتساقط أوراق الأشجار في فصل الربيع أنت قلت خطأ. إجابتك صح الإجابة صح المعلومة خطأ صحح لي الخطأ عشان تروح قدام ليش خريف في الخريف إجابة صحيحة صفق حق عبد المحسن خطوة قدام ننتقل حق إسراء إسراء سؤالك يقول نلبس الملابس القطنية الخفيفة في فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة هل معلومة صح أو خطأ صح صح إجابة صحيحة عبد المحسن ألو ألو جاهز جاهزين يلا يا عبد المحسن يجب زيارة طبيب الأسنان كل 6 أيام صح أو خطأ يجب زيارة خطأ. طبيب الأسنان كل 6 أيام خطأ. صح خطأ إجابة صحيحة وشنو الصح 6 أشهر كل 6 أشهر نزور طبيب الأسنان طبعا هذا إذا ما في مشكلة إجابة صحيحة خطوة قدام برافو عليك يا عبد المحسن يعني إذا ما في عوار ما في شيء نزوره كل 6 أشهر بس إذا حسينا بألم لا لازم نروح له على طول وندش الطوارئ بالليل يعني ننتقل حق إسراء إسراء سؤال يقول البناء أو بناء المنزل من وظيفة الطبيب صح أو خطأ لا غلط أنت عيالي شنو ببالك الصح لو كنا بنعدل هالجملة شنو نسوي شنو نقول هي الجملة تقول بناء المنزل هي وظيفة الطبيب عدلي لي الجملة هذه عشان تطلع صح وأعطيك خطوة قدامه أنا وظيفة البناي برافو عليك خطوة قدام ننتقل حق عبد المحسن آخر سؤال إنزين والسؤال يقول مسقط هي عاصمة سلطنة عمان صح أو خطأ صح صح حلوين عبد المحسن الجائزة بالمخبر حط يدك مخباتك نعم حط يدك مخباتك لقيتها ايه ايش رايك فيني انصدمت مني صح ايه عيل كومينج سون في فقره الساحر بسيد الابطال هذا اول شيء يلا اسراء نعم اخر سؤال سؤال يقول صخره الروشه موجوده في لبنان صح صح إجابة صحيحة أنت رحتي لبنان من قبل؟ لا ما رحت شلون عرفتي؟ سامعة المعلومة قارية المعلومة غاشة المعلومة أمي تعيل الاختيار الرابع أوكي؟ ماخذة مساعدة بهالمعلومة هذه أنا ما قلتها شكرا يا إسراء إسراء نعم تبي تسمين جائزة؟ ترى عبد المحسن لقاها بالمخبة تبي أقول لك وين جائزتك؟ ايه عندنا بالتلفزيون عاد شوي نبي تشتين اوكي بعد شوي كيفك عادي تقدرين تين بعد شوي بوين بس تقدرين تين باكر عقب باكر اذا عندك شغل يعني او اهلك ما يقدرون عندنا بالتلفزيون بالراي هني هني هني
بهالمكان. اوكي؟ ان شاء الله. اوكي، مشكورة يا سراء وشكرا حق عبد المحسن. ان شاء الله استمتعتوا من خلال هذه اللعبة، لعبة السيارات اللي فيها بعض المعلومات، إذا كان فيها عبارة خطأ نصححها مع بعض، وإذا كانت صحيحة نمشي خطوة لقدام في اللعبة. نرجع لتويتر البرنامج. هلا وغلا عبود، كيفك؟ وجه تحياتي لغزولة وجمان وجمان وجنان وشذا وشهد وهزاع وكل أهلي ملكة الورد من عمان. أيضا من عمان ننتقل لي أيضا صديقة ثانية تقول أنا بشاير الفجري، أوجه تحياتي حق بلقيس النعماني وأقول لها ربي يخليك لي أغلى صديقاتي. شكرا لك. حوراء ضيف أيضا تقول لتكن شخصا يضرب به مثلا في البشاشة، ابتسم دائما فالابتسامة لا تعني أن الفرح يكسوك بل أنك راض بقدر الله عز وجل. شكرا لك يا حوراء وكلام جدا جميل. ويعني أنا عارف أن أعماركم مو كبيرة وايد، يعني مو فوق 25-30 سنة، ولكن كلامكم كبير بمشاركتكم في البرنامج. بعد عندنا مشاركة تقول غلا وأريام يوجهون أحلى تحية لك يا عبد الله ومشاعل وللحلوين نايف وريان وعبد الله وسارة. شكرا، وإن شاء الله قريته أو قريت التويت كامل. بعد عندنا بتول تقول وجه تحياتي لأضواء وبثينة وإخلاص وعواطف وأصال، وأقول لها نورتي البرنامج بالاتصال حق طبعا هالكلام اللي أصال من بتول. شكرا لك يا بتول وعلى هذه المشاركة. آخر تويت بهذه الفقرة من صديقتنا من اليمن أسماء مرغم تقول سلام أحب وجه تحياتي لأشرف وشيخة من اليمن. شكرا لك يا أسماء وعلى هذه المشاركة. من بعد البريك راح نلعب ويا بعض لعبة داخل الاستوديو لكل أصدقاء اللي موجودين وبالإضافة إلى بقية الاتصالات. بريك. بعدين وياكم من بعد البريك بالفقرة الأخيرة في حلقتنا. إن شاء الله على السريع يمدينا نلعب ويا بعض، أنا ويا محمد راح نلعب لعبة في مباراة واحدة شباب، وبعدين منال وأبرار راح يلعبون ويا بعض لعبة ثانية في البرنامج، ومن ثم ننتقل لفيديو كليب وناخذ آخر مشاركات يا في تويتر أو في الاتصالات على حسب الوقت اللي عندنا، لأن قربت الساعة تنتهي ويانا ساعة الأبطال الساعة 4 طبعا معروفة من الساعة 3 لغاية الساعة 4. أول مباراة بيني وبينك يا محمد والبداية عندك. أوكي يلا، 1 2 1 2 3. اوكي مو انا قاعد اعلم الولد 1 2 3، انت المفروض اعلمكم. يلا مره ثانيه ستوب محمد، 1 2 3. ايوه كذي يلا بلعب صج. ها انت قلت لي العب صج. اوه قاعد رشمه مو قاعد العب صج. شوي شوي دربالك ايدك دربالك. يلا لا توقفها لا توقفها عشان يصير لعب حماس. ايوه لا توقفها محمد لا توقفها كلش بيدك لا توقفها محمد لا توقفها لا تسوي كذي. اوكي واخر ايدك هذه ايوه بس العب بهذه. يلا 1-1 شفت شلون انت توقفها كانت بتي جول. يلا 1-1 حتى ما تعورت. يلا نوقف عيلتي نوقف وياك. يلا تعادلنا نوقف عشان لا تتعور بس. 1-1 بيني وبين محمد. شكرا لك. هذه واحد. يلا تفضلوا أبرار ومنال. شكرا يعطيك العافية. تعالي منال هني أبرار هني. أنا نرجع 0-0. أنا بروح هناك عشان أجهز التويتر. أنتوا لعبوا ويا بعض. أوكي راح أعلق من بعيد. جاهزين؟ منو أصغر؟ أنا 9. أنتي 8. يلا عند أبرار اللعبة. أوكي 1-2-3 يلا بلشوا. يلا مباراة بين منال وأبرار في لعبة الهوكي. 1-0 كملوا. جابت منال جول وتعوض مباراة أمس. 1 حق منال 0 حق أبرار. منال وخري إيدك عشان لا تعورين. إيدك اللي على اليمين وخريها منال. إيه وخريها يا منال. إيدك اللي على اليمين. أيوة كذي رجعيها ورا. حطوا إيدكم الثانية ورا. 1-1 حلو. أبرار 1 ومنال 1. 2-1 حق منال. مباراة حماسية والنتيجة 2-1 حق منال بأقل من دقيقة. منال يابت جول تعادلت وياها أبرار، ومن ثم انتقلت الكرة ملعوبة حق منال ويابت جول. 1-2-1 والمباراة ما زالت مستمرة. 3-1 يلا ما علي أبرار حاولي فيها تو الناس. 3-1 النتيجة ويدش في الموضوع أخوها، وما يصير يدش في الموضوع أخوها لازم يطلع. 3-1 حق منال. 3 منال 1 أبرار. أول شيء يابت جول. إيدش لعطيش اندار، ومن الاندار هذا يمكن فصل 3 أيام. 2 هذا 2 حق منال. 3 منال وعفوا 2 أبرار.
ثلاثة منال واثنين أبرار، ثلاث أقوال لمنال وقولين لأبرار. مباراة حماسية عشان كذي أنا مخليها. بعطيكم شوية وبعدين راح أبلش العد التنازلي من العشرة لصفر. عشرة، تسعة، أيدكم شوي شوي، ثمانية، أوه ثلاثة ثلاثة لأبرار وباقي ثمان ثواني. ثلاثة ثلاثة، ثمانية، يلا لعبوا. سبعة، ستة، تعادل، قوة النتيجة. أبرار أربعة، أبرار أربعة ومنال ثلاثة، صح؟ باقي كم بالعد؟ وصلنا سبعة، أربعة، خمسة، خمسة، أوكي؟ يلا خمسة، أربعة، دير بالكم إيدكم، ثلاثة، اثنين، واحد، تعادل. يعني التعادل أفضل، صح ولا لا؟ والله أنا أصفق حق هالبنتين. منال كانت متقدمة من الأول، واحد صفر، جابت التعادل، واحد واحد، اثنين واحد، ثلاثة واحد، ثلاثة اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة ثلاثة، أربعة أربعة. من أقوى المباريات اللي صارت في الهوكي على الشرق الأوسط يعني بجميع القنوات. أوكي؟ يلا تفضلوا أماكنكم. دائما لما يصير هدوء معناته في شيء. خلينا نطلع كليب ونرجع للاستديو. ردنا وياكم للبرنامج واخر كم دقيقه موجوده ويانا داخل او بشكل عام في الحلقه وراح نكون فيها داخل الاستوديو من خلال المشاركات. يلا خلينا نقرا تويتات واذا في اتصال قولوا لي عشان ناخذ الاتصال. في تويت حبيت اذكره وين كان. عدي من السعوديه، شكرا لك يا عدي، ويقول انا دائما احب استوديو الابطال اكثر من مره اشارككم او احبكم مره. اوكي انا عفوا عبالي اكثر من مره، شكرا لك يا عدي. بعد عندنا مشاركه ثانيه، فطوم من مكه، شكرا جزيلا. بلشوا الحين اهل السعوديه بلشوا قاعد يشاركون ويانا في البرنامج. بعد عندنا صديقه البرنامج علياء من السودان، تقول اتابعكم كل يوم واحبكم جدا وتحياتي لعبود ومشاعل واتمنى ان يكون صديقه البرنامج. شكرا يا علياء، اذا انت قاعد تتابعينا فاحنا قرينا تويتك دازيته قبل نص ساعه، شكرا يا علياء وانت صديقه للبرنامج. بعد عندنا مشاركات ثانيه في تويتر. سلام انا شيخ احبكم وايد، وجه تحياتي حق مشاعل وعبد الله ورفيجاتي موضي وصبا وغوالي ومضاوي وشهد، شكرا. بعد عندنا شرس يعطيك العافيه، شكرا. انا ما اعرف شلون ارسل لكم،
من مو مذكور الاسم، نفس اللي الكلام اللي كتبتوه انا ما اعرف شلون ارسل لكم، بدل لا تكتبون هذا الكلام كتبوا اللي انتم تبون راح نقراه نفس الشكل. بعد بشاير الفجي تقول انتم ما تقرون التويتر مالي، بالعكس انا قاري ترى على فكره قبل شوي يا بشاير انا قاري. خلص خلصت الحلقه دقيقه بس، دقيقه اعطوني ثلاث دقائق بس ما عليكم امر، ما يصير اوكي خلاص يلا شكرا يعطيكم العافيه، نشوفكم بحلقه باكر، مع السلامه. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعب وتمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسالون نلعب راح نمرح نستفيد من درس وبيت وملعب I'm gonna keep